لا املك غير ان انا في النهايه ارحب بحضراتكم جميعا مره اخرى، وبرحب بالاستاذ اسماعيل وبالفنانين وبالساده مدير الفرق، برحب بكم جميعا في المسرح القومي. والكلمه الان مع الاستاذ اسماعيل مختار. مش محتاجين ان احنا نقول البيت الفني للمسرح قدم كام طاقه سواء تمثيليه او اخراجيه او مؤلف، لكن محتاجين نقول ان احنا حتى في الفترات اللي كان فيها الانتاج ضمير كنا بنقدر نقدم كتير من شباب الوسط المسرحي. الانفتاح ده معناه ان احنا بنسعى وراء الجوده، والجوده دي هي اللي بتخلينا نحط بعض الفلاتر اللي بتقدر تخلينا نقدر نوصل لمنتج مسرحي ذو قيمه يليق باماكن عرض هذه الاعمال. ومن هنا كان فكرة ان مدير المسرح بيتخذ الاليات الخاصة لاختيار النصوص تبعا للهوية بتاعت المسرح بتاعه. وفي نفس الوقت البيت الفني للمسرح قرر ان هو يكون في لجنة لدراسة المشاريع المسرحية، مش مجرد لجنة قراية، لكن بنحاول ان اللجنة تقرأ عقل المخرج و طبيعة المنتج اللي بيتعمل.